إذن مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في البث المباشر من مدينة الدار البيضاء منطقة 3، العثور على جثة شاب داخل هذه البقعة واستنفار أمني بالمحيط. تم نقله على وجه السرعة إلى مستودع الأموات إلى حين استكمال التحقيقات. حضور قوي ومكثف لرجال وقاية المدينة وكذلك رجال عناصر الشرطة القضائية من أجل معرفة فيما تظل الشرطة العلمية بعين المكان من أجل تحديد هوية المعني بالأمر. يعني الأسباب كتبقى مجهولة إلى حين استكمال المعطيات. هذا سبقوا معنا في البث المباشر. بالنسبه لي يعني هذا الامر كيف يكون هنا اول مره كيوقع هذا المشكل؟ لا، اول مره حنا كنسكنوا في الساكنه اللي تحتنا مؤخرا هنا كنشوفوا هذه الوضعيه ديال اللي كانت عندها كتابه هي يا استاذ كمل كتابه. بالنسبه لي اول حاله انا كنشوف شكون اللي كيتردد على هذه البقعه هنا الداخل؟ الصراحه شي واحد ما عرفتش، ربما يكونوا من الناس هنا او من بلاصه اخرى خالص، ما عنديش شي حاجه اللي نقدر نجيبها. ماش وقع شي تقريبا استاذ؟ تقريبا دابا انا شي تقريبا شي 30 دقيقه 45 تقريبا. شكرا لك بزاف استاذ. شكرا لكم. اذا مشاهدينا اتمنى ان نكونوا يعني مجموعه من الحقائق لا زالت غامضه في مثل هذه الحالات. وقوف عناصر الوقايه المدنيه بعين المكان، يعني الشرطه العلميه لا زالت داخل هذه هي يعني هذه هي الحبل اللي شنق به راسو. يعني كان كيخطط هذا الامر، يعني الهالك يضع حدا لقيد حياته. واش كان كيتردد على هذا؟ كان كيتردد على هذا المكان. يعني مجموعة من الأشياء لا زالت تحقق بها. سباتة، منطقة سباتة. إذن مشاهدينا الكرام، مجموعة من الحقائق لا زالت غائبة فيما يخص هذه النازلة. التوجهات كلها مرجحة إلى محاولة وضع حد للحياة، ولكن تبقى الحقيقة دائما بأيدي رجال الشرطة العلمية والتقنية من أجل تحديد هوية الهالك وكذلك بعد التفاصيل فيما يخص هذه القضية الغامضة. هل هي بفعل فاعل أم أنه هو المعني بالأمر هو من قام بوضع حد لحياته؟ إلى هنا كتبقى الأمور كلها يعني في كما كنقول الأسباب مجهولة إلى حين استكمال التحقيقات من طرف عناصر الشرطة القضائية. إذن فينا الإخوان بعد المعطيات وسبق الذكر أن رجال الشرطة القضائية لا زالوا يرابضون بعين المكان. يعني في مثل هذه الحالات كنقول لكم
صور من المكان اللي وضع فيه الشخص حد للحياة ديالو. يعني هذه هو المكان وهذا هو الحبل. إلى غير ذلك المعلومات لا يمكن يعني البوح بها إلا مع استكمال التحقيقات، لأن عناصر القضية كلها لا زالت بيد الشرطة القضائية. يلا عرفنا من الساكنة يعني من تصريح ديال داك السيد في هذا البث المباشر أنه اكتشفوا الأمر تقريبا هذه واحد نصف ساعة، يعني لا زالت الأمور. هاد الشاحنة فهي تابعة يعني تابعة لمنطقة سبات ياك الجماعة هادي ما كتحركش، كتحركش كاع الحشومة كاع غير الحشومة. إذن مشاهدينا وعلى كل شيء إن شاء الله زلنا تجمع عدد كبير من الأشخاص التي قضت شوية. يعني لا زالت عناصر الشرطة القضائية قد بعين المكان. الشاحنة فهي في ملكية جماعة، هذا هو الرقم ديالها. كنظن أنها ترابط هنا منذ فترة. إذن مشاهدينا الكرام أنتم على المباشر. السلام عليكم أستاذ بخير. يعني كيف بلغ يعني فقط زين يعني السيد وضع حد الحياة دياله وضع الحياة دياله. إحنا شادي نقول لك هاد الكميوات اللي هما كيبلاصيو في هاد البلاصة هادي، الكميوات اللي كيبلاصيو في هاد البلاصة هادي خاصهم يحيدوا من هنا. عشان هاد البلاصة هادي كتجمع شحال من واحد ساقنا تيسع الله رضي البلاصة هادي كتجمع شحال من واحد هنا. اللي عاد يجيب شي درية كيخشي هنا اللي حاشاك بغا يدير شي حاجة كيجي يديرها ورا هاد البلاصة هادي. يعني انتم كساكنة ديما هاد وكر هاد المشكل عندنا ديما هنا. احنا الكاميوات ما خاصهمش يبقاو هنا، يعني سرحتها عاود نشوف الدنيا كيديرها في هاد البلاصة هادي. هنا راه الكريساج كيوقع هنا شحال من حاجة كتوقع هنا. وبالنسبة يعني لهاد مثل هاد النازلة اللي عندنا هنا هاد الشاب هذا ماشي ابن هنايا ما عرفوش، يعني هذا براني مش ولد البلاصه هذه. جا تخبى وراء الكاميوات هذو هنايا دار كور داع على راسو هنا. ان شاء الله صافي. يعني اول نازله من نوعها يعني هنايا؟ اول مره كتوقع شي حادثه بحال هذه. شنو المطالب ديالكم انتم كساكنه بخصوص يعني هذه البؤره هذه؟ لان احنا كساكنه هنايا الا دور شي عينين غتشوف واحد الكرايده كبيره وغتشوف الكاميوات هذو هنايا الدنيا هنايا مبعثره. هنايا السائقه في هذا الشارع هذا. اللي جاب شي دريه ما لقاش فين يحطها كيجيبها هنايا. هذا هو المشكل اللي عندنا حنا هنا. هاد الكميوات ما خاصهمش يبقاو بلاصه في هاد البلاصه هادي. ودور عينيك اللي جيتي تشوف الجريده كيدايره. هادي جريده اللي تحت الله، هادي جريده هنا. اخويا اش غادي نقول لك؟ لا. قول لي يا استاذ انت كابن المنطقه هنا يعني بمثل هادي واش درتوا شي شكايه يعني بخصوص هاد الكميوات وهاد البؤره اللي عندكم؟ هاد البؤره هادي راه شحال من مره كندويو عليها حنايا وشحال من مره كندويو على الكميوات اللي كيبلاصيو هنايا. حتى شي واحد ما تسوق له كدوي معاهم كيجيو زوج كميوات وراه كيبلاصيو هنايا. هاد الكميوات اللي جيتي تشوف هاد زوج كميوات راهم بلاصين اذا كانوا غادي يتصاوبوا كره تصاوبوا في شي حالات. هاد الكميوات اللي كاملين ولا جيتي هنا 12 السلام عليكم. سير سير بخير لاباس عليك. انت كابن منطقه هناك وسط؟ انا دارنا على الشارع. لا ساكنه هنا وخويا. هادشي اللي وقع عمرو ما وقع هنا. وهاد الكميوات هذا خاصهم يديروا لهم حل يحيدهم من هنا. راه حقاش غير
عري لك شي ساكن هنا الريحه ديال الحشاك ديال الناس هنا اللي دابا دابا خطير ما الناس كتكلم عنه. دابا هذا راه السيد وضع حد لحياته ناهيك عن الجريمه قال لك ودي ضرب ولا وكر ديال الدعاره ولا يعني داكشي ما داكشي ما تسولش عليه لحقاش اللي دبر على شي دري كيجيبها لهنا يعني الناس كتعاني وكنشوفوهم وكنقولوا السكان كامل كيعاني اخويا خصهم يحيدوا لنا هذا الشيء ماشي تشي دري القصيره كيشتري كيجيب القصيره تدري الكبار هذ اللي بعقلهم اللي ما بعقلهمش راه كانوا طاولات هنا راه كيحلوهم كيحلوهم ويجيو الشريات ومشاكل كبيره كتوقع هنا واللي قهرنا حنا هي الريحه ديال 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 اللي جابوا السحاب شوتي كيتبولوا هنايا الريحه كتطلع علينا انا راه دارنا على الشارع. بالنسبه لهذا الشخص تعرفتوا عليه؟ لا لا ماشي ولد الدرب انا شفتو ملي كان غادي به ما كيسكنش هنا حتى النواحي ما كيسكنش فيها ما كاينش هنا. مرنا شفتو مسكين عنده ظروف خاصه شو منين جا هو جا من بعيد ايوا شنق راسي ولا يا راه ماشي ساهل باش تشنق راسك راه ماشي ساهل والله ما ساهل يا اخي الله يرحمه فضلك. شكرا لك استاذ. اذا مشاهدينا الكرام كانت مجموعه من الشهادات اللي ساكنه المنطقه دير بخير وسليم. إذن مشاهدينا الكرام مجموعة من شهادات الناس تستذكر يعني ما جرى. يعني رسالة ختامية يعني اش بغيتي توصل للمسؤولين بخصوص هذه الكاميوات هذا اليوم اليوم عندنا شاب انتحر فيهم يعني ما بقاش الأمر يتعلق يعني بفاحشة أو يعني بقضاء الحوائج يعني شاب انتحر فيهم الرسالة اللي كتبغي توصلها يعني صراحة الرساله خويا راه هذاك السيد واحد السيد هو عنده المحل هنايا راه داير شكايه به هو ميكانيسيان هذا السيد الكراج القنتاني راه داير شكايه بهذ الكاميوات باش تحيدو ما تحيدوش والو وهما داروا البلاكه ديال المنع هايا منعوا الوقوف والتوقف من هذه شلي ومع ذلك ما تحيدوش خاص على الاقل تجي دي باناج كاين المنع خاصها تحيدهم هو تابع للجماعة تابعين للجماعة كاين البلاكة ديال المنع خاصو خاص ديباناج تجي تجرهم دابا حنا مواطنين عاديين انا كون بلاصي دابا الطوموبيل تي غيجيو يجروها غيجيو يجروها حيت كاين المنع وكاين المنع وباقيين وباقيين مبلاصين هنايا يعني تاهما مساهمين في هذا الشيء تاهما مساهمين في هذا الشيء خاص كاين المنع الديباناج تهز الكاميوات من هنا اصلا اخويا الصفاره كيجيو يتخباو من هنا مع الدريات واقفين هنا في المواس ديالهم كيجي كيبغى يتخبى على البوليس كيتخبى على الدريات ديالهم انا شوف في منطقه خاصه اخويا شحال من حاج حاج كيجي صفاره كيجي اللي شاف شي دريه صغيره كيجيبها هنايا شوف كاين بزاف الحوايج كيدير خصنا تولي المراقبه كاميوات السماوات اللي كيجي كيريح له الكاميرات بحال انت ولد من الدقيق ولد من الدقيق شنو هي اهم الدوائر اللي كتبان لك انت هنا من خلال الادب زيد السراقه كتجي القصيرات كيفاش القصيرات؟ القصيرات شي واحد كيجي هو وصاحب شي كيجي هنا كيبدا يبوس فيها ورا الكاميرات كيدوزوا والدينا من هنا كتعرض للسراقه شحال من حاجه خصك تولي المراقبه هنا كيجي هنا بنادم بجناوس السبب الاصلي ديال شي واد كاميرات يكونوا متروكين هنا هاد الكاميرات شحال من حاجه هنا اكيد شكرا لك كاينه مكينه حتى المراقبه انا مع طراح انا نضل شويه وشحال من حاجه شكرا اولي شكرا. اذا مشاهدينا الكرام مجموعه من الشهادات اسمح لي ما ختمتش معك ولا رساله ختاميه الله يرحم باك رساله ختاميه كائب المنطقه انا ديما المنطقه تسمات هيك شمشي العاده كنا هنا احنا قد الزنقه هذيك شمشي العاده هذا خويا شحال نقول لك هذا الشارع مو محمد فطوك ياك مو محمد فطوك ايه هذا الشارع طريق مديونه يعني كدير رساله ختاميه خويا اللي غادي نقول لك هو هاد الكاميوات هادو ما خاصهمش يبقاو في هاد البلاصه هادي حيت هاد البلاصه هادي من حد الكاميوات مبلاصين هنا هي من حد الكاميوات مبلاصين هنايا من حد اي حاجه هادي اول جريمه عندنا في هاد البلاصه هادي ولكن السرقه راه ماشي اول جريمه ولا ثاني جريمه ديما 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 يوميا كيحصل قصيرات وقصيرين يعني كيجيو هنا قصيرات بلا ما ندويو لا عدد ديما هنايا في هاد البلاصه هادي لقى شي دريه كيجيبك البلاصه هنايا الا حيت واحد شويه هنا تخوت الدنيا غتجي تشوف غتاكل شي اللي كيجيب شي دريه في البلاصه هنا في هاد البلاصه انا كندوي على الكاميوات هادو حيدو من هنا هما السبب هما السبب الرئيسي في هادشي هذا لا ديال الجريمه ولا ديال ما لقاش فين غيتخبى ما غاديش يديرها غيشوفوا وحدين اخرين غيجيو ما غيخليوش يديرها ولكن الدنيا هنا حتى دابا جا ورا بلاصه ولا بكاميو دا
دار الكورلا حتى جاو الناس لقاو معلق راسي. هادشي اللي غادي نقول حنا كندويو على هاد البلاصه هادي خاصها تنقى كبيره باش ما يبقاوش البلاصه هنايا باش تبقى الدنيا على الاقل حنا ملي كنكونوا هنايا كنشوفوا واش واقع. اه كاين المنطقه بحال دابا كنيواس مبلاصين هنا ما غاتعرفش اش كاين وراه. شوفتيني خويا هاد البقعه شنو فيها رنالدو؟ انا مدرسه ومدرسه مازال. اه هادي مدرسه هادي هذا الصور ديال الابتدائيه. ان شاء الله شكرا لك استاذ. كنتمنوا ان الرساله يعني تكون يعني تكون زاويه المعالجه في هذا اللايفات. هذا الشيء اللي معتوا العاد. هذه الرساله اللي توصل وهاد الكلمات اللي تبلاصوا في وانه يدار حل لهاد يدار حل لهاد البلاصه. المدرسه هذه حل لهاد الشريعه هذه حمى الفطوات. حمى الفطوات في منطقه سباته ياك استاذ. شكرا لك على هذا التصريح هذا وشكرا لك على المعلومات هذا استاذ. اذا مشاهدينا الكرام الى هنا نهايه هذا البث المباشر من منطقه سباته. بغيت تقول شي حاجه؟ عندك شي ما تضيف على الكلام ديال الاستاذ؟ كما قال هو راه غادي دابا الكاميوات يكونوا هنايا واقفين. لا دورتي عينيك اخويا شفتي معايا مزيان. اييه. غتشوف الشارع اللي ممنوع ان شي واحد يبلاصي فيه كتبقى مبلاصين فيه كاميوات. يعني ملي كيبلاصوا كاميوات في هذه البلاصه هذه ما كنبقاوش عارفين هذا الشارع هذا اش غيوقع فيه. هذا الشارع اللي كيضرك يعني كيضرك كيضرك. اه الشارع عام الكاميوات. يقطع شي واحد يقطع شي واحد يقطع يجري ولا شي حاجه. دابا هاد الكاميوات كيباتوا هنا. الكاميوات يعني داكشي اللي كيطرح هنا كيبقى مجهول. يعني بنادم اللي قطع هذوك الدراجات وهبط لهاد البلاصه هذه ما كيبقاش يشوف حتى شي واحد ملي يجي اخر من هنا. يعني يقدر يمشي ليه التليفون ديالو يقدر يتعرض لبزاف ديال الحاجات. يعني قال لي حتى الفاحشه كتكون هنا. بزاف واش الفاحشه الفاحشه هي اول حاجه كتوقع هذه. مازال كنشوفو راه الكميه اي واحد كيبغي يدير على شي حاجه ديالو يعني كيبغي يقضي يقضي كيبغي يقضي كيجي ورا الكميه كيجي ورا الكميه ومدرسه هادي ومدرسه يعني ناس كتقرا لداخل ومن ورا المدرسه شو واش واقع ما شاء الله. اليوم شخص يعني وضع حد لحياته حياته في كميه ديال الجماعه ديال الجماعه. شحال 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 قال لي شحال من عام وقف هاد الكميه هنا؟ بزاف شحال من عام وقف هنا ماشي استعملوه ما والو وقف هنايا. واش المنكر هذا الكارثه هذه؟ ملي سمعتي هذا الخبر يعني انا تفاجات. دابا عليك واحد البلاصه نيت خطر ما دابا الكاميوات هنا تكون الدنيا خاويه. اش دابا حاش كاين الرواج واحد تجيب تجيبو مغيرات تبقى الدنيا خاويه هنا كلشي تجمع هنا يعني كيديروا ما بغاو. يعني خص دوريات امنيه ضروري 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 نخص الناس ديال الامن يدوروا هنا شويه الناس بحال اللي كتكونوا ما عندهم ما يدار كيجيو هنا الشفاري تخزنوا هنا كلشي تخزن هنا في من هنا سالي محمد السادس هو ما قريب اي واحد تيدوز فيه ما تعرفتوش يعني على هذاك؟ لا 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 انا ما عرفتش السيد هذا ما عرفتش انا راني ماشي في المنطقه السيد هذا اتوقعت من جاو الناس ديال الاطفاء وجاو الناس ديال الاسعاف. شكون اللي اكتشفوا هذا شكون؟ اكتشفوا الناس ديال السكينه ديال السكينه هما اللي اكتشفوا بان السيد كاين هنايا وعيط على المقدم وجا المقدم هو اللي اتصل برجال الشرطه حتى جاو. وهادشي هذا راه ما عمرو وقع عندنا هنا في هاد البلاصه هادي. كاينه السارقه هنا في هاد البلاصه هادي كاينه الفاحشه في هاد البلاصه هادي كاين الخنز في هاد البلاصه هادي ورا مؤسسه ورا مدرسه. يعني هادشي هذا ما خاصوش يبقى في هاد البلاصه هادي. كنخافوا على ولادنا حنا دابا يخرجوا ولادنا كنخافوا عليهم يخرجوا خواتاتنا كنخافوا عليهم يخرجوا خوتنا كنخافوا عليهم. هاد البلاصه هادي بالذات مع الصباح السارقه موجوده هنا وبالليل عاوتاني السارقه موجوده هنا. هادشي هذا ما بغيناش يبقى في هاد البلاصه هادي. حنا دابا ولينا كنخافوا على والدينا الصباح الا عند شي واحد عنده اخت ولا شنو هو خاصو يخرج معاه يخرجها شي واحد يصور عاد يمكن لي انه يرجع ما يمكنش لي انها تخرج بوحدها. وحنا في هاد البلاد هذا راه حنا زعما في السلم وبلاد السلم والسلام راه ماشي شي بلاد اللي هي حنا غادي نهزو فاسيف وطراقه ونبقى مجابلين بنادم ولا انا غادي نخرج شي سكورتي شي سكورتي يوميا. راه خاصهم يجيو يبونتيو هنايا ويشوفوا هاد الدنيا كبيره هنا في هاد البلاصه. اكيد شكرا لك استاذ شكرا على التوضيحات هذه. اذا الى هنا اتي نهايه البث المباشر من منطقه سباته. مجموعه من الرسائل يعني الساكنه اللي بغات تبلغها المسؤولين بالمنطقه بخصوص هاد الكاميوات اللي راهم مرابدين لحد الساعه لحين استكمال عمل الشرطه العلميه بعين المكان اخذ البصمات وكذلك ما يمكن صح. هذا هو هذه بعكس وعفوا هذه هي الشاحنه موضوع نزلت اليوم يعني لا زالت عناصر الشرطه العلميه تاخذ البصمات. اذا المشاهدين الكرام مع هذه المشاهد ناتي الى نهايه هذا البث المباشر من منطقه سباته. حين لقاء بكم بث اخر مع المزيد من التفاصيل بخصوص هذه